الكرة هذه والمخالفة من هنالك على يسارك يا سيليسن ليو ميسي وسيليسن على يسار الجول با 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 لا 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 هو المنقذ لبرشلونة ليو نعم حتى في أسوأ أحواله ليو ميسي ركز شاهد الكرة وهي تزور الشباك قبل أن ينفذها في الزاوية اليسرى قلت لك يا سيليسن بمساعدة القائم ارتطمت ودخلت وجاء الثالث لبرشلونة جول يا سلام عليك يا ليو يا سلام تركت 5 أمتار يا سيليسن على الزاوية اليسرى جاء ميسي وحطها بالمليمتر ضربت في القائم الأيسر ودخلت جول 3-1 صارت النتيجة وما زال نزيد نشاهد أهداف في هذه المباراة 3 أهداف مقابل هدف واحد لبرشلونة هنالك في المستايا بل لميسي في المستايا على فالنسيا يا سلام لا 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 متعة مشاهدة ميسي.